السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنكون مع بعض من دلوقتي ان شاء الله ولمده ساعه، بس مش هكون معاكم لوحدي النهارده ان شاء الله. باذن الله هنبتدي اول فقره من فقره زياره شيف والنهارده او بلوجرز حسب. فاحنا اتعودنا ان احنا بقى لنا 4 سنين بنستقبل الضيوف عندنا هنا، استقبلنا كتير كيك ديكوريتورز من 4 أو 5 سنين ابتدينا، وكمان استقبلنا شفات من بلاد عربيه جم مخصوص هم علشان خاطر يحضروا معانا او يطلعوا معانا في الحلقه ونورونا واسعدونا بوصفاتهم الجميله وبحضورهم الرائع. حبينا نجدد في الفقره، وبدل ما هم بيجوا هنروح احنا للشفات وللفود بلوجرز في بيتهم. ابتدينا النهارده مع شخصيه لطيفه جدا 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 من مصر، بس احنا كل فقره ممكن النهارده تبقى من مصر، ممكن الفقره الجايه تلاقوها من دبي، من الامارات، ممكن اللي بعديها تلاقوها من السعوديه، ممكن الاردن، بعدين نرجع مصر، ممكن يبقوا اجانب وعايشين في مصر، فيعني حسب، مفيش حدود هتوقفنا ان شاء الله في ان احنا نقابل قد ما نقدر شفات انتوا حابين تتعرفوا عليهم اكتر. النهارده هنبتدي مع آلاء الجبالي الفقره بتاعتنا، لان آلاء انا بعتبرها ظاهره. آلاء يعني في شفات كتير جدا معروفين بننزل وصفاتهم بتتشاف بالستين وبالسبعين وبالمية وبالمية وخمسين ألف فيوز في أول مثلا أسبوع. آلاء وصلت لخمسة وعشرين مليون ما شاء الله، الله أكبر، وعشرين مليون وخمستاشر مليون، فهي أنا شايفة أن هي قدرت توصل للناس بطريقة معينة. إيه بقى سر الكلام ده كله؟ هنعرفه إن شاء الله لما نطلع الفقرة بتاعت زيارة شيف النهاردة بإذن الله. طيب أول حاجة هنعملها مع بعض النهاردة هي هتكون، يلا نشوف مع بعض، خلينا نشوف مع بعض الأول آلاء وعملنا إيه مع آلاء الجبالي، وبعدين نعمل مع بعض بقية حلقتنا. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني. بتمنى أنكم تكونوا حبيتوا فقرتنا الجديدة واللي هي هتتعرض إن شاء الله كل يوم سبت، وإحنا طبعا على فقرتنا يوم الأربع بنستقبل ضيوف مميزين جدا جدا إن شاء الله تنبسطوا منهم كلهم زي ما إحنا بننبسط بيهم. دلوقتي هنعمل مع بعض فطيرة الكاسترد. فطيرة الكاسترد علشان نعملها عايزين مكونات، هي يعني لطيفة جدا المكونات بتاعتها، أنا مدخلة فيها كمان النهاردة بودرة الكريم شانتيه، يعني البودرة، بودرة الكريمة العادية اللي بنشتريها في المغلفات دي، أنا مدخلاها جوه العجينة نفسها، بتدي كده نكهة لطيفة، وما مش عارفة حسيتها كده لايقة قوي على الموضوع فحطيتها وجربتها وطلعت لطيفة جدا. تمام. طيب المكونات بتاعت العجينة بتاعتنا خلينا نشوفها مع بعض. 3 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة خميرة، مغلف كريمة بودرة، نص كوباية سكر، نص كوباية زبيب، ربع كوباية لبن بودرة، 50 جرام زبدة، ورشة ملح، عايزين كمان بيضة ومية للعجن، ومعلقتين صغيرين فانيليا. طيب كل الكلام ده هيتحط على العجينة بتاعتنا، بس في الآخر خالص كمان هنعوز بيضة تانية علشان خاطر ندهن بيها وش العجينة. حطينا هنا الدقيق، هحط كل المكونات الجافة، السكر، الكريمة البودرة، والمعلقة الخميرة، ورشة ملح، حط رشة صغننة كده خفيفة، واللبن البودرة، وهقلبهم بس كده تقليبة سريعة، وبعدين دلوقتي نبتدي نحط البيضة اللي عندنا. خليني بس أخفقها الأول بتبقى أسهل لما بتتخفق. نحط البيضة وطبعا الفانيليا،
والمية ونبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. شوية مية ونبتدي نعجن. لغاية ما يبقى عندنا عجينة كده ناعمة كده ولينة ولطيفة. شوية شوية بنضيف المية. بنتأكد ان كل الجوانب عندنا. عندنا 50 جرام زبدة قلناها ولا ما قلناهاش؟ قلناها ولا لا؟ قلناها؟ ماشي. عشان 50 جرام زبدة اهم انا حطاهم بس ايه على النار شوية. حطيتهم على النار يدوبوا دلوقتي هم اهي. هبتدي بقى اضيف الزبدة بتاعتنا. ونفضل بقى نعجن لغاية ما يبقى عندنا خليط انا راضية عنه يعني يكون كده زي ما اتفقنا طري كده ومتماسك. وبعدين بحطها لغاية ما تخمر يعني ممكن ساعة ونص مثلا نقول. وبعدين هنبتدي نشتغل فيها. السطور هناخد العجينة بتاعتنا اهي وخلينا نبتدي نقطعها. نحط دي كده هنا ونحط دي هنا. ممكن طبعا تعملوها واحدة كبيرة ممكن تعملوها صغيرين زي ما انتوا عايزين. مش عارفة خلينا نشوف دلوقتي هنعملها ازاي. طيب هناخد العجينة بتاعتنا دي وهبتدي افردها على دقيق طبعا. اجيب كلافز. نفس اللي هعملها دلوقتي انا هعمل واحدة بس كبيرة. نفس الطريقة بتقدروا تعملوا بيها أصغر يعني كل واحد ياخد واحدة أو تعملوها كبيرة زي ما هعملها دلوقتي وتتقطع لكل واحد بقى ياخد نصيبه. يلا بينا نحط شوية دقيق. ونفرد العجينة بتاعتنا. هفردها لطبقتين يعني عايزة أعمل جوه يعني تحت قاع وغطى. فأنا بقول خلينا دلوقتي أحسن نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل أكون عجنت أو فردت بالأصح العجينة بتاعتي ونشوف مع بعض إزاي هنقفلها. فبشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا عندنا اهو زي ما انتم شايفين بقى الصينية. هناخد القطاعات بتاعتنا او مش القطاعات اللي احنا قطعناهم وهحطها في الصينية علشان ما اضطرش احركها بعد ما احشيها فيتغير شكلها. هناخد دي كده ونحطها هنا ونقطعها حسب الصينية بتاعتنا علشان خاطر ما نبقاش حاطينها بطريقة مضايقانة أو ممكن نعملها مستطيلة. إيه رأيكم؟ مش إيه رأيكم وإحنا ما عندناش أصلا اختيار تاني فهنعملها مستطيلة بهذا الشكل.
كده. كده وكده اهي. اوكي هناخد بقى دلوقتي الكاسترد بتاعنا اهو، بس انا هاخد ده لان ده اجمد شويه، فالاجمد شويه ده انا هخليه جوه. ممكن انتوا تحطوه كله زي بعضه، كاسترد جاهز ممكن تجيبوه جاهز اللي هو الباودر، وممكن انتوا تعملوه في البيت. احنا عملنا الكريم باتيسيير كتير جدا، فبتقدروا تعملوها برضو انتوا في البيت. هنحط الكاسترد نحشي بيه الفطيره بتاعتنا. ونفردها كده. ودايما نسيب طبعا الاطراف مفتوحه، الاطراف قصدي ما فيهاش حشو. كده تمام. طيب هغطي دلوقتي الفطيره بتاعتنا بالجزء الثاني. على العموم اللي عايز يعمل الكريم باتيسيير اهي المقادير على الشاشه. هنغطي بقى دي يا جماعه كده، وهتغطي كويس جدا على الاطراف. تقدروا تستعملوا الفاكهه اللي تحبوها علشان الوش. لازم نضغط كويس علشان ما تفتحش في الفرن. خلاص دلوقتي هرجع تاني اقطع الزيادات. وكده خلاص كده نبقى احنا عملنا العجينه بتاعتنا جهزت. ناقص بقى نشوف هنشكلها ازاي او هنعمل لها ايه علشان ندخلها الفرن كده ويبقى شكلها يعني لذيذ. هجيب دلوقتي الكاستر ده، انا طريته شويه، وهجيب كيس حلواني. اهو لان انا مجهزه واحد وبعدين مش عارفه راح فين. هنحط الكاسترد وعايزين مقص طبعا. المقص بتاعنا اهو. هنحط الكاسترد في الكيس الحلواني وهنبتدي نحطه على وش الفطيره بتاعتنا. تمام كده. الفاكهه بقى زي ما قلنا زي ما انتوا عايزين. الزبيب الصراحه بتقدروا يعني كان لازم حطيناه مع العجينه، هو مش ضروري يعني، بس كان هيبقى ألذ. مش هقدر احطه فوق لان لو حطيته فوق هيتحرق، فهو يا بتحطوه مع الكاسترد جوه يا بتخلطوه مع العجينه نفسها يا بتستغنوا عنه خالص زي ما انتوا عايزين. طيب هناخد بقى دلوقتي الكاسترد ونبتدي نشكله على فوق العجينة بتاعتنا. كده بالشكل اللي انتوا عايزينه، يعني انا هحطه كده، مش انتوا حطوا زي ما انتوا عايزين. خليني اكبر شوية الفتحة عشان اريح شوية، بس أريح لي.
طبعا هي شكل ما بيبقاش منتظم كده قوي، يعني كمان لما يدخل الفرن الشكل هيتغير، ولكن بتدي شكل في الاخر لذيذ. وبعدين نرجع بالعكس، دلوقتي دي بتدخل على الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي عندنا، تقعد تقريبا نقول تلت ساعة تقريبا. طيب دلوقتي هنحط الحاجات اللي عندنا دي بقى، شوفوا انتوا عايزين تحطوا ايه. هنحط مثلا ممكن تحطوا فراولة، بلو بيري، اي حاجة انتوا حابين تحطوها بتقدروا تحطوها، اي فاكهة عندكم تقدروا تحطوها. بس الفكرة بقى ايه، ان الحاجات دي في الفرن شوية بتنزل لون، فيعني لو ما عندكوش مشكلة، يعني الأحمر دلوقتي لما نطلعها هتلاقوه سابغ حواليه كده أحمر، فمعلش بقى انتوا زي ما تحبوا. كده احنا يعني كده تمام. هنبتدي بقى دلوقتي نحط اللوز. نحط بقى دلوقتي اللوز. وما تخلوش يعني للأسف الفرن اللي بيبقى فيه شواية بيبقى مزعج جدا للحاجات دي، لأنه هيحرق اللوز يعني فحاولوا تخلوا الشوايه ما تشتغلش، يعني حاولوا مثلا لو الفرن بتاعكم ما بيشتغلش غير بالشوايه حطوا صينيه في الدور اللي فوق، بحيث انها تبقى حاجز ان النار ما تبقاش مباشره من فوق طول فتره الخبز على الحاجات بتاعتنا. دلوقتي هحط انا دول في الفرن على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه تقريبا، وهنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا، فبشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل شكشوكة باللحمة المفرومة، من الأكلات اللذيذة جدا جدا جدا. وأنا الصراحة ابتديت أحط البصل واللحمة، حطيت هنا بس شوية زيت، ممكن تحطوا سمنة، ممكن تحطوا زبدة على زيت، ممكن تحطوا سمنة على زيت زي ما انتوا عايزين، بس أنا قلت إيه نكسب وقت علشان خاطر تخلص معانا الوصفة. حطينا بقى هنا المهم شوية زبدة شوية زيت أسفة، وحطيت معاهم بصلة وحطيت اللحمة المفرومة. إيه مكونات الشكشوكة بتاعتنا؟ عايزين زيت، بصل، لحمة مفرومة اللي ممكن تستغنوا عنها، بتقدروا تستغنوا عن اللحمة المفرومة في الوصفة دي كلها. عندنا فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة، وعندنا طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، عندنا بقدونس، وعندنا فلفل حراق، وعندنا معلقة صلصة وملح وفلفل، ولو حابين رشة بهارات كمان ممكن. طيب حطينا دلوقتي زي ما قلنا الزيت والبصل
واللحمة المفرومة، هحط الفلفل الأخضر وهحط الفلفل الحراق، وده حسب الرغبة، وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه هكذا، شوية ملح شوية فلفل، ولو حابين رشة بهارات، شوية ملح شوية فلفل، وممكن رشة بهارات زي ما قلنا. دلوقتي عندنا اللحمة دي كده استوت، خلينا نروح مع بعض كده نبص على الفرن وبعدين نرجع نكمل. انا حطيت عليها من فوق، حطيت فوق صينيه كده زي ما انتم شايفين، لان الفرن هنا مولع من فوق ومن تحت، وانا مش عايزه اعرضها لكل الحراره دي من فوق علشان اللوز ما يتحرقش والحاجات ما تتحرقش، فرحت حاطه صينيه سد عنها الحراره اللي جايه لها مباشره من فوق. طيب هنحط بقى دلوقتي، خلاص دي كده استوت عندنا، هنحط الطماطم وهنحط معلقة كده من الصلصة فقط، واسيبهم كده على النار شوية لغاية ما، طبعا دي يعني ممكن تحطوا صلصة وممكن تحطوا عصير طماطم زي ما انتوا عايزين، فدي الصراحة عصير طماطم، لو حطيتوا صلصة هتحطوا معاها شوية مية صغيرين علشان تتسبك. خلاص دلوقتي أنا هفقش البيض اللي عندنا علشان ننزله على الطاسة بتاعتنا. يعني نشوف كده هنحط كام بيضة، بيبقى معانا حاجه من الاثنين، يا غطا نحطه على الطاسه علشان نسيبها زي ما هي، او بنحط الكلام ده كله بنخليه في صينيه تنفع تدخل الفرن، يعني ممكن نخليه في طاسه من اللي بتتفك ايديها، او نبتدي من الاول خالص نحطه في صينيه، او نعمله في الطاسه ولما نيجي نحط البيض نحطه في صينيه او بايركس كده يعني. خمسة، خمس بيضات، ست بيضات، نعمل ستة، هما كام أصلا؟ هما سبعة، تمانية، خلاص أنا بقول نعمل التمانية لأنهم صغننين مش كبار قوي، تمانية، يلا بينا. شايفين بقى كده، خلاص احنا كده تمام كله عندنا. بفرد بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا كده، بخليها كده متساوية، بسويها كده وابتدي احط البيض بتاعي. شوية ملح، شوية فلفل، وهغطي الكلام ده كله واسيبه لغاية ما تستوي. لازم نغطيها، يا بتغطوها يا بتدخلوها الفرن زي ما اتفقنا. خلينا نبص على الفطيرة بتاعتنا. لسه فاضل لها شوية بس، شكلها لذيذ جدا جدا جدا. كان ممكن ندهنها بالبيض بس ما دهنهاش الصراحة.
البقدونس كمان بتقدروا تحطوا بقدونس مع الشكشوكة بتاعتنا. طبعا اي حد من اي مكان، لو فود بلوجرز وعندكم نشاط على السوشيال ميديا كبير، او شفات تحبوا تستقبلونا، ابعتوا لنا على صفحة البرنامج او على صفحتي كل المعلومات عنكم، عن مكانكم وعن بياناتكم والمطبخ بتاعكم. لو تقدروا كمان تبعتوا له صورة بيبقى ممتاز، واحنا ان شاء الله بنيجي نزوركم على طول اول باول. عندنا كمان الاسبوع الجاي ناس لطاف جدا جدا جدا، اكيد هتنبسطوا معانا بيهم، بلوجرز هما بس مميزين مختلفين. شوفوا احنا كده بقى تمام، ناخد كده بس حاجه بسيطه خالص من البقدونس لون كده، وكده نبقى خلصنا الشكشوكه بتاعتنا. وزمان كمان الفطيره بتاعتنا جهزت، خلينا نجيبها من الفرن. دي الفطيرة كده، نبقى خلصنا معاكم وصفتنا للنهاردة. عملنا معاكم الشكشوكة باللحمة المفرومة، وطبعا هي لذيذة جدا وتقدروا تستغنوا عن اللحمة المفرومة في الموضوع كله. وعملنا معاكم فطيرة الكاسترد، فطيرة لذيذة قوي والعجينة بتاعتها لذيذة ومميزة كده، فيها الكريم شانتيه بودرة كده بيديها طعم لذيذ هشاشة كده مش عارفة ازاي. وحشيناها بالكاسترد وحطينا لها كاسترد فوق، وحطينا لها لوز، وحطينا لها فواكه. انا الصراحة اول مرة اجرب احط لها التوت الاحمر. الفراولة بتنزل لون احمر حواليها. شوفوا التوت ما نزلش، التوت ما نزلش بس الفراولة بتنزل لون، فيعني بتقدروا تحطوا الفواكه اللي انتوا عايزينها. وكده تبقى وصفتنا معاكم للنهاردة خلصت، والوصفات طبعا هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك كمان شوية. واللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها في الإعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. بتمنى تكون وصفتنا للنهاردة عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.